الإنجليزية أولترافورد نرحب بكم. المغرب النرويج. مشاهدينا متابعينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نهار الفل للناس الكل. أنا رؤوف خليف أحييكم من خلال التعليق على مباراة اليوم. أثناء عزف النشيد الوطني. تشكيل مباراة اليوم. يتحرك إلى الأمام، تدخل قوي لكنه شرعي. يلعبها بينية أرضية، إنه يتحرك إلى الأمام. قام بتحرك رائع للغاية، لكن يا للخسارة. بالمقاس إلى داخل المنطقة وقام هو بباقي المهمة. أحرز الهدف الأول في توقيت مبكر. العدو يستحوذ على الكرة في أجمل صورة. إلى خارج الخط لتصبح رمية التماس. عمل رائع على الجهة اليمنى في انتظار الكرة العرضية، والكرة ملعوبة إلى الأمام. يلعب كرة بينية. ها هو عمر القدوري يحاول تمريرها عبر الدفاع، ويحرزون الهدف بطريقة ولا أجمل. أعجبتني كثيرا لمسة الهدف، ولكن أعجبتني وبصورة أكبر التمريرة التي أدت إلى الهدف، كانت رائعة. الكرة الطولية إلى المساحة الفارغة. بالهندا.
اندفاع كبير. يلعبوها بالامام. العدو الاحمدي. ديرا. امرابات نجح في تقديم نفسه اليوم كهدف. اعتراض جميل وفي وقت مثالي. الخصم يسد كل المنافذ على مدار هذه الكرات. كرة لا تمر من الدفاع. ويستمر في انطلاقته الطويلة. يحاول فك دفاعات المنافس. كرة عالية بعد الشيء. بكل الخطورة لكنه سجل حضوره. يا سلام يا سلام. كان لازم خلق التفوق العددي لينجحوا في الاستفادة من الكرة. ينجح الفريق في الوصول بسهولة إلى منتصف الميدان لكنه يفتقر في النهاية لكثير من الحلول والإبداع. أمرابات يحتاج إلى المساندة من زملائه ليدخل إلى المنطقة. يحاول أن يلعبها بينية وبكل براعة يحرز الهدف. وهكذا تنجح عودتهم الكبيرة في المباراة. وتلك هي فائدة تدريبات الدقة في التسديد. بهدف واحد. أوكلي. تقطع الكرات بعد استحواذ يدوم لعديد اللحظات. على الفريق تغيير فلسفته ويحاول أن يلعب الكرة للأمام دون انقطاع حتى يخلق الفرص ويحقق الإبداع والإمتاع. والآن الكرة ملعوبة للأمام. نهاية الجزء الأول من الحكاية. نتيجة. لنبدأ معا أحداث الدقائق المتبقية. أوكلي. ديرا. الأحمدي. بالهندا. يا
يتقدم اللاعب نحو اليسار في أجمل مشوار. الاحتفاظ بالكرة، كرة هدف، جول! يا لها من بداية مثيرة للشوط الثاني. أصبحت المباراة متعادلة الآن. بالهندا، بداية مثالية لشوط المباراة الثاني بتسجيل هدف منذ البداية. ديرا يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. أوكلي، المغرب لم يجري أي تغييرات. استخلاص جيد وسليم مكنه من منع الخطورة. قطع مسافة طويلة بالكرة. بصفة سليمة وبكل القوة. شكل المنافس بعض الخطورة لكنه وجد كل تصدي. أمرابات يريد اختراق الحصون الدفاعية بأجمل كرة هجومية. كرة مقطوعة بامتياز. كرة خطيرة أمام كل المجال للتصوير. أوكلي، الأحمدي، انطلاقة ممتازة في وسط الملعب. وين الدعم؟ وين؟ يقوم بالتصويب. كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. كاد أن يهز الشباك مجددا. بالتأكيد هو من اللاعبين القادرين على إحداث الفارق في كل مرة تصله الكرة. إنه مليء بالثقة والطاقة. الوسط. دفاع خيالي يقطع الكرة بشكل مثالي. لن تمر مثل هذه الكرات على الدفاع بهذا التركيز. على الرغم من وفرة الكرة الجمالية والفرص الهجومية، لم ينجح أي فريق في تحقيق الأفضلية. المباراة تتجه إلى التعادل ونحن في آخر الأوقات. أرضا مرت الكرة. أوكلي، قد تكون هذه فرصته. كرة لا تمر، تمنع سيناريو مر. والكرة داخل الشباك.
لابد من العودة في النتيجة. كانت اللمسة الأخيرة رائعة. لحظات درامية مثيرة في هذه المباراة، ماذا تخبئين لنا أيتها الساحرة المستديرة؟ ينطلق نحو الخط الأمامي، معلنا نهاية المباراة. رأينا بوضوح أنهم بعد أن تقدموا انخفض أداء. We'll be right back.